استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمكتبه بقصر القضيبية معالي السيد إليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط بمناسبة زيارته للبلاد لحضور اجتماع فريق العمل بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة. وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بزيارة معالي السيد بيرت مؤكدا على متانة العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين في ظل حرص الجانبين ورغبتهما المشتركة في تطوير وتنمية هذه العلاقات من خلال استمرار التشاور والتنسيق والتعاون بينهما إلى المستوى الذي يخدم مصالحهما المشتركة والإسهام في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وقد اتفق سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ومعالي السيد بيرت على تعاون وتبادل مملكة البحرين والمملكة المتحدة الخبرات في مجال التعليم في إطار فريق العمل القائم بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع سعادة السيد سايمون مارتن سفير المملكة البريطانية لدى البحرين وأعضاء الوفد المرافق لمعالي الوزير الضيف.